السلام عليكم. وفد برلماني إيراني يزور البحرين بعد يوم من عودة العلاقة مع السعودية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وصل وفد برلماني إيراني يوم السبت إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وقال رئيس لجنة العلاقة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني عباس كلور: وصلنا إلى المنامة للمشاركة في اجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين حسب وكالة سيسنيم الإيرانية. وأضاف أن عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار، مؤكدا أنه يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين. يأتي ذلك غداد اتفاق إيران والسعودية على استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار، بحسب ما قال في بيان مشترك مع وسيطهما الصين. وقال البيان: تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقة الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفاراتهما خلال مدة أقصاها شهران. وأعلنت البحرين قطع العلاقة الدبلوماسية مع إيران بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه في عام 2016 بعد هجوم على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر. لكن في الأشهر الأخيرة أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة أتلانتيك الأمريكية نشرت في ديسمبر أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يجب بناء العلاقة مع إيران كما هو الحال مع دول مجاورة. بالأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.